شرف في هذا المهرجان الكبير اللي هو معرض القاهرة الدولي العريق الذي تبدأ لسنوات، وهو إبراز إنجازات العمل العربي المشترك بقيادة بيت العرب، هذا الصرح العربي الذي يجمع في خزائنه مواد ثرية ترسم بالصور الناطقة شخصيات وأحداث تاريخية كان من شأنها أن غيرت مجرى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي السياسي للدول العربية، وأيضاً استعراض مسيرة العمل العربي المشترك والتعريف بتاريخ جامعة الدول العربية وإبراز أنشطة وإنجازات جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.